نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل كتم الإشعارات على تطبيقكم تيك توك. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيق تيك توك، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا مسح تخزين مؤقت. بعدها سوف نقوم بالذهاب الى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق تيك توك. سوف يظهر على هذا الشكل، عندما تجدون هنا تحديد قم بالضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم تيك توك. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة.